الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنقطع الحديث مضطرين عن سلسلة فقه الجنائز وأحكامها لنتكلم عن هذه الأيام المباركات أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وما فيها من الأعمال الصالحة روى البخاري من روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن افضل واحب الى الله من هذه الايام العشر يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فالعمل الصالح من صلاة، وصيام، وذكر لله، ودعاء، وقراءة للقرآن، وتسبيح، وتحميد، وتكبير، وتهليل، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة يحبها الله عز وجل في هذه الأيام العشر اكثر من غيرها من ايام الدنيا كلها واذا كان الله يحب الاعمال الصالحه في هذه الايام العشر الاوائل من ذي الحجه ما لا يحبها في غيرها دل ذلك على ان الاجر اعظم في هذه الايام العشر من غيرها ودل على أن الثواب أكثر في هذه الأيام العشر من غيرها، وهذا يقودنا كمسلمين محبين لله ورسوله، راغبين في دخول جنة الله في أعلى الدرجات أن نجتهد وأن نشمر عن سواعد الجد والاجتهاد وأن نفرغ أنفسنا ولو قليلا لعبادة الله في هذه الأيام المباركات. لأن الله عز وجل يحب العمل فيها ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فضلها على غيرها وقد اختلف العلماء والفقهاء أيهم أفضل؟ العشر الأوائل الاواخر من رمضان ام العشر الاوائل من ذي الحجه فقال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله اذا قسنا بالايام يعني بالنهار فايام العشر الاوائل من ذي الحجه مقدمه عند الله على ايام العشر الاواخر من رمضان واذا قسنا بالليالي فليالي العشر الاواخر من رمضان مقدمه عند الله على ليالي العشر الاوائل من ذي الحجه والسبب لان ليالي العشر الاواخر من رمضان تحتوي على ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ولأن العشر الأوائل من ذي الحجة تحتوي على يوم عرفة وروي في الحديث أفضل الأيام عند الله يوم عرفة وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإن الله تعالى ليدنو في يوم عرفة إلى عبادي ثم يباهي بهم الملائكة فيقول الرب أي ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء فقد غفرت لهم والاحتواء العشر الأوائل من ذي الحجة أيضا على يوم النحر ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر كما سماه الله عز وجل في كتابه وتجتمع فيه أمهات العبادات ففي يوم النحر بالنسبة لغير الحجيج ذبح الأضحية والنسك والذبح إذا كان لله هو من اجل العبادات والقربات الى الله جل وعلا لأن الله تعالى يقول فصلِّ لربك وانحر ويقول جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرتُ وانا اول المسلمين واما بالنسبه للحجاج فيحتوي يوم النحر على اجتماع امهات العبادات فيه من رمي الجمره ومن نحر الهدي وحلق الرؤوس والطواف فاجتمعت في هذا اليوم امهات العبادات ولذلك روى عبد الله بن عمر قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى او قال منى حتى جاء رجلان رجل من الانصار ورجل من ثقيف فقالا يا رسول الله جئنا نسالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتما اخبرتكما بالذي جئتما تسالاني عنه فعلت وان شئتما ان امسكا وتسألاني فعلت فقالا بل أخبرنا يا رسول الله وهذا جاءوا بواسطة الوحي جبريل عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى وحي من الله لانه لا احد على وجه الارض لا نبي مرسل ولا رسول كريم ولا ملك مقرب ولا رجل صالح لا احد يستطيع ان يعلم الغيب لان الله جل وعلا اختص بنفسه بعلم الغيب وحده لا شريك له في ذلك قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون فقال الثقفي للانصاري سل انت فقال اخبرني يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسالني عن خروجك من بيتك تام المسجد الحرام وما لك فيه يعني من الاجر والثواب وجئت تسالني عن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وجئت تسالني عن طوافك بين الصفا والمروه وما لك فيه وجئت تسالني عن حلاقك راسك وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نهر نحرك الهدي مع الافاضه. قال الانصاري: والله لعن هذا جئت اسالك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما خروجك من بيتك تؤم المسجد الحرام فانه لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كان لك بكل ذلك حسنة وتمحى عنك بها سيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من ولد إسماعيل وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق سبعين رقبة يعني في سبيل الله واما وقوفك عشيه عرفه فان الله تعالى يدنو من عباده فيباهي بعباده ملائكته فيقول الرب اي ملائكتي انظروا الى عبادي اتوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويريدون مغفرتي فلو كانت ذنوبهم مثل عدد الرمل او قطر المطر او زبد البحر او كانت كعدد ايام الدهر لغفرتها لهم قوموا مغفورا لكم ولمن شفعتم له واما نحرك هديك فمدخور لك عند ربك واما حلاقك راسك فلك بكل شعره وقعت من راسك على الارض نور يضيء بين يديك يوم القيامه وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبير من الموبقات من الذنوب وأما طوافك الإفاضة فإنك تطوف ولا ذنب لك حتى يأتي الملك فيضع يده أو قال يديه بين كتفيك وانت طائف الكعبه ويقول اعمل ما شئت فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى رواه الطبراني في الكبير وقال الالباني حسن صحيح اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير عباده الذين اصطفى نبينا محمد وآله وصحبه ومن اقتفى أما بعد وأيضا من فضائل هذه الأيام يوم عرفة وما فيه من الفضائل أولا الدعاء مستجاب في يوم عرفه بل خير الدعاء في ايام الدنيا على الاطلاق هو دعاء يوم عرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه فالدعاء فيه مستجاب وايضا فيه ذكر خاص في يوم عرفه قال النبي عليه الصلاه والسلام: خير الدعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من الاذكار الخاصه في يوم عرفه. ثالثا صيام يوم عرفه ومن ومن استطاع ان يصوم هذه الايام كلها كان خيرا له كما قال النووي عليه رحمه الله ويستحب استحبابا شديدا ان تصام هذه الايام من اولها الى اخرها اي الى يوم عرفه اما صيام عرفه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه قال أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية وهذا اليوم روي أن الشيطان يصغر فيه ويرغم فيه كما روى أبو عثمان الصابوني في كتابه قال ان رجلا من المسلمين كان محبوسا واسيرا في حصون الروم فانفلت الرجل من الاسر وهرب من سجنه قال الرجل فكنت اسير ليلا واكمن نهارا قال فسرت ذات ليله فرايت رجلا راكبا على بعير فقلت وا عجبا رجل على بعير بارض الروم قال وازداد عجبي لانه لم يكن بارض الروم ابعره فذهبت اليه وقلت من انت بالله عليك فابى فقلت اني قد رايت عجبا لأنه لا أبعرة في أرض الروم ولم يكن الروم يركبون الأبعرة فقال أنا إبليس وهذا وجهي من عرفات ذهبت لأضل العباد فوجدت أن الله قد غفر لهم وباهى بهم فأنا مغموم ومكسور وهذا وجهي الى قسطنطينيه لافرج عن نفسي بما يفرحني من الشرك بالله واتخاذ الولد لله تامل ما يفرح ابليس يفرحه الشرك بالله واتخاذ الولد مع الله اتدرون ما الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك بأن تستغيث بغير الله من الموتى والمقبورين والأولياء والصالحين أن تستعين بهم وتدعوهم وهم موتى وتترك الله الحي الذي لا يموت خاب وخسر من أشرك بالله خاب وخسر من اعتقد في أحد دون الله أن ينفعه أو يضره خاب وخسر من اعتقد في أحد غير الله أنه يعلم الغيب خاب وخسر من اعتقد في أحد دون الله أنه يفعل ويفعل ويفعل والله عز وجل يقول "وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده قال الرجل فقلت أعوذ بالله منك قال فلما قلتها لم أر شيئا اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدِك ونبيِّك وحبيبِك محمدٍ صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله